هذه الحركة اللي احنا بنتكلم عنها زي المركزية الأفريقية أو الأفرو سنتريزم، يعني الكلام عنها أخذ يعني مستوى مرتفع في الآونة الأخيرة. ليه؟ أقول لحضرتك، الناس اللي ما تعرفوش إن عندنا واحد اسمه الشيخ أنتي ديوب، ده راجل سنغالي. الراجل ده اتولد في الخمسينات وكان راجل سنغالي، راح اتعلم في باريس، اتعلم تاريخ وأنثروبولوجي، وبدأ يشترك في قانون اليونسكو، القانون اليونسكو الظالم اللي قال إن أي أثر خرج من أي بلد قبل سنة 70 يفضل هناك، ما يسمى بالاستقرار الممتلكات الثقافية. طب أنت عم ديوب تعمل إيه؟ راح مطلعنا في فكرة قال ما يسمى بالمركزية الإفريقية. الفكرة دي حطها وعمل عليها كتب، وبدأنا في السبعينات نعاني من هذا الموضوع. هم بقى لما بدأوا حركات التحرر بتاعتهم وبدأ ما يسمى العقد الاجتماعي، وبدأت يدعموهم وعايزين يكفروا عن الأخطاء اللي هم ارتكبوها اللي هم الأوروبيين، قال لك طب ندور لهم. يا فندم هي فكرة الصهيونية ولكن بطريقة مختلفة. لا نتمنى على إيه؟ يدور لهم على إيه؟ على حضارة ووطن ودولة. يا فندم شمال أفريقيا هم مش بيدعوا لمصر لوحدها، ده بيدعوا إن كل حضارات شمال أفريقيا بين في تونس والجزائر والمغرب. إن أمال إحنا جايين منين؟ قالوا أنت بواقي العرب وبواقي اليونان والرومان، بواقي الاحتلال. أمال المصريين كده ما راحوا فين؟ قالوا راحوا للجنوب. فهم مش بيدعوا لمصر فقط، الخطر مش لمصر، وجايز عشان بيقولوا إن مصر كان اسمها إيه زمان؟ قالوا كيمت. طب وهم بيدعوا إن كلمة والله يا فندم كلمة كيمت دي مش سودة، كلمة كيمت سمراء. وحضرتك في المعجم اللغة العربية لما بتشوف حاجة لون أخضر قوي العرب بيطلقوا عليه الأسود، إما بيكون خضره زايد. انما كلمه عندها عندنا في اللغه المصريه القديمه في حاجه اسمها الحنطه السوداء، بعرف حضرتك الحنطه مش ممكن تبقى سوداء، هي بتبقى لونها ايه؟ لونها غامق. فالمقصود باللون بتاعنا اللي هو اللون الاسمر اللي هو لون القمح، حتى بنقول دلوقتي ايه لون القمح، حتى لون الارض كمصر. المصري كان بيمسح حاجتين، الصحراء يسميها دشره الاحمر، طب العكسها الارض اللي هي الارض السمراء، انما لا يقصد بيها الارض السوداء تماما، هذا المصطلح غير عارم الصح. وكتبوا اساتذه في الموضوع ده ومعروفين، وبالتالي بنقول لحضرتك فن ما لهمش والله العظيم. حتى ادعوا الحاجتين، قالوا ان الانف في بعض التماثيل المصريه مكسوره علشان عشان هو كان انف افريقي. والله ابدا ده هم مش دارسين ديانه. معروف المصري القديم لما كان بيخش عايز يقتل عدوه، شوف الرقي بتاعه، عارف ان حاجتين الرجل والايه والانف، مش بيكسر التمثال كله، بيكسر الانف لان هي منطقه التنفس. وعندنا حتى الان لما بتقابل واحد او بتقرا واحد تقول له اكبس على ايه؟ على نفسك. معروف النفس ده. او يقيد ايه؟ يقيد رجليه. فدي حاجه عقيده مصريه قديمه لما كان الملوك بييجوا عايز يقتل الملك او لانه معتقد في مصر القديمه دكتور عمرو معتقد ان التمثال هيصحى وهياكل ويشرب. طب انا امنع عنه الموضوع الاكل والشرب ازاي؟ ان انا ادمر هذا الموضوع. ومش كل التماثيل يا فندم كده، في تماثيل يعني انفع عادي جدا. تاني حاجه قالوا ان المقابر احنا لونها ابيض. والله ابدا احنا ما لوناش المقابر، هي موجوده. احنا تاريخنا موجود في البرديات، موجود في المعابد، موجود. احنا الدوله الوحيده على مستوى العالم ان ما تقدرش تكذب عليا، ولكن هي فكره ايه؟ الطرق، ان انا افضل اخبط اخبط لغايه ما في يوم من الايام الناس تصدقني. يا فندم احنا انتجنا فيلم سنه 61 اسمه عروس النيل، هو ملوش دعوه بالاثار، بس قلنا في معلومه ما زال بنعاني منها حتى الان، وهي فكره بيرموا عروسه في النيل. يا جماعه والله ابدا. وما زال الفكر الشعبي وبعض المتعلمين يقول لك ده كانوا بيرموا عروسه في النيل، بيضحهم بالبشر، رغم ان لم يذكر هذا الموضوع. هيرودوت جه في القرن الخامس، وعلى فكره هيرودوت كان اول واحد قال ان المصريين زنوج او انهم يعني لونهم اسمر، ما قالهوش غير واحد اسمه ابن عبد الحكم في القرن الثامن الميلادي. يعني بعد دخول الاسلام ب 200 سنه، وكان اخواننا الاقباط اللي فضلوا 600 سنه في هذا البلد كانوا بيرموا نفس هذا الموضوع، وكان عمرو بن العاص اللي جه بعده 200 سنه كانوا برضه بيستعملوا هذا الموضوع. وبالتالي بقول لحضرتك هي اكاذيب، ولكن طيب. فكره هوليود يا فندم، زي ما هوليود صنعت من امريكا هاله ضخمه و و و واتضح ان هي في بعض الحروب ان هي يعني الكلام ده غير سليم، فهم برضو بيحاولوا يستغلوا من الاعلام. لذلك لابد ان نرد عليهم مش بكليوباترا واحده، نرد على هو الاول بيجس نبضنا، يشوفوا كليوباترا نجح الموضوع يبدا يشتغل على خوفه، يبدا. وحضرتك شفت لما سرقوا من بعض الحاجات من خوفه، رمسيس الثاني وحضرتك عارف بالنسبه لهم رمسيس الثاني قد ايه، يبداوا يلعبوا في الهويه كلها. وهذا ما لا نتمناه.